يعني كابتن مدثر اوضح بانه الخروج الاسيوي كان مؤثر جدا للهلال، والدليل خساره اخر 3 مباريات، خساره من الاتفاق وخساره بالامس من الشباب وتعادل مع الفيحاء بهدف. العكس تماما، الشباب بدايه متعسره لكن الان 5 مباريات متتاليه في انتصارات حققت له المركز الوصافه برصيد 21 نقطه متساوي مع ضمك صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن المتصدر الاتحاد. صحيح، لو جينا تكلمنا عن النصر طبعا ما في شك، وانا ايد تماما كابتن كلام كابتن مدثر انه في عدم تناغم اداري في النصر ما طبيعي يعني منذ الخروج الاسيوي، ودي صراحه افقدت النصر كثير، حتى افقدت النصر شكل النصر يعني. حتلقى في مباراه امبارح بالذات روح النصر غايبه تماما، دوام النصر اللي احنا بنعرفه، رغم هجمات كان في بعض الهجمات بالمناسبه المؤثره والهجمات اللي، لكن طريقة حتى ضياع الفرص بتوريك انه حتى اللعيبة على مستوى نفسي ما 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 مهيئين ولا تهيئة عالية. اضيف الى ذلك انا صراحة ادارة النصر دي يعني عندها، في الحلقة الماضية انا قلت انه عندها بطء في اتخاذ القرارات غريبة جدا. يعني انت قدرت تسجل يعني زي ما بقولوا حضر المال وغاب الفكر الاداري في بعض اللحظات، اللي هو انت قدرت تسجل ناس بمبالغ طائلة وبتقدر تجيب اي حد. يعني انا ما كنت اتخيل انه النصر الى الان ما فيه مركز في حراسه المرمى يكون بالطريقه دي، مهزوز جدا حراسه المرمى في النصر مهزوزه جدا، مع احترامي الشديد لكابتن محمد قاسم كابتن العبيد، لكن برضو يعني في طرف الشمال في النصر ثغره كبيره جدا واضحه من سنين، والى الان الاهداف بتجي من الطرف الشمال، يعني فواز ولا حمد الصقور اللي عكست الطرف اليمين بتاع الشباب، يعني من النصر اهداف بتجي من الشمال، اهداف اسيا جات من الشمال برضو. اضف الى ذلك اللاعب الوحيد اللي انا بقول في سنتر الدفاع الثابت في اداؤه عبد الاله العمري، اي واحد تولفه معاه واخطاءه غريبه جدا جدا، ما متخيل ان اداره النصر تتاخر كان على قرارات زي دي.